stuff. La ilaha illallah, Allah al-musta'an. إذن أيها الإخوة الكرام والأفاضل، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم، برنامج الإخاء والمحبة، برنامج ليد فليد دونعانغ مسكين كما هو في الوصف. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المقام المبارك على طاعته أن يجمعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله تعالى بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة كنت بغيت نبدأ الفيديو بواحد الطريقة احترافية أكثر، لكن الجودة ديال الكونيكسيون كانت طيحة واحد المستوى اللي ما خلتناش أننا نكملوا في ذيك الإطار، ولكن الحمد لله على كل حال لازلنا نتواصل بإخواننا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا ويحفظكم، وأن يكثر من أمثالكم ناس ديال الخير والكرم، ناس ديال الجود والعطاء والسخاء. فأهلا وسهلا بالجميع، تبارك الله على السيمو ديالي، أهلا وسهلا بك، حفظك الله تعالى وأنار دربك السي محمد. أهلا وسهلا بالسي محمد بالمهدي، وكذلك بأشرف وأبي وسراج، وأهلا بالأخت لبنى وفيزة وجميع الإخوة الحاضرين معنا. وصراحة التغطية أيها الإخوة، التغطية اليوم هي ضعيفة جدا جدا. الأخ محمد كيفاش التغطية كتبان لك؟ مش مزيان، الصورة واضحة، الصوت واضح، تأكد؟ لأن في بعض الأحيان أيها الإخوة الكرام، وانتم عارفين يعني الجودة ديال هذا الكونيكسيون كتكون الجودة والتغطية ناقصة، فكتفشلك على شي عمل بحال هذا. وأهلا وسهلا بالجميع، أهلا بالإخوان ديالنا اللي كيحبونا في الله. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهذا الحب في الجنة، وهي أسمى أمانينا جميعا أيها الإخوة الكرام. ولهذا أيها الإخوة، حتى لا نطيل عليكم، وأنتم تعلمون أن العيد هو فرحة الجميع، ولهذا كما فتحنا باب للخير للإعانة وكذلك لتقاسم يعني هذه الأضحية مع الفقراء والمساكين والأرامل، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا الله تعالى لهذا الخير، وأن نضع يدا بيد لكي نسعد أناس يعانون في صمت دائما وأبدا. وأسأل الله تعالى يا جنود الخفاء أن تكونوا أنتم كما عهدناكم في جميع الأعمال الخيرية، أنكم أنتم سبب إدخال الفرح والسرور على الكثير من الناس. فلهذا أيها الإخوة، فبارتجوا هذا المحتوى وشاركوه مع الإخوان ديكم، حتى يكون معنا إن شاء الله تعالى محسن أو محسنة تساعدنا في هذا العمل الخيري. محمد بالمهدي، عليكم السلام، تبارك الله عليك كذلك، الله يحفظك أخي ديالي محمد، وأسأل الله تعالى أن تكونوا في أحسن الظروف والأحوال السي محمد، الله يجزك بخير، شكرا لك. وكذلك أنت دائما يا أخي في المتابعة لهذا البرنامج، الله تعالى أن يحفظك ويبارك فيك. مساء النور كذلك أختي لبنى، وأسأل الله تعالى أن يحفظك ويحفظ لك الإبنة ديالك يا ربي، أمين، وأن يشفيها الله تعالى من المرض، وأن يبارك فيها، وأن يجازيكم خير الجزاء يا ربي، أمين، على المساندة دائما. الأخت عيشة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظك الله تعالى يا أختي عيشة، وأهلا وسهلا بك في البرنامج ديالك، لأنكم أنتم سبب نجاح هذا البرنامج. عبدو الطنجاوي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. أمين، وعليكم السلام، الحمد لله ولله الحمد والمنة يا أختي لبنى، والله في أحسن الأحوال والظروف. عثمان، يا عثمان، عثمان الطيارة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك يا عثمان على المساندة وعلى الدعم. والأخت سعاد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بالجميع. عمر، يا أخي عمر، وعليكم السلام. إذن أيها الإخوة الكرام، أسر تعاني في صمت، وأنتم مصدر السعادة، أنتم مصدر
إدخال الفرح والسرور على هذه الأسر، وأهلا وسهلا بالجميع. ولهذا يجب على الجميع أن يشارك في نشر هذا الخير، والدهل على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أم أشرف وسراج وكذلك أبي، أهلا وسهلا بك، وبلغي سلامي إلى ميمون، رجل المواقف الصعبة، الرجل المبارك، الله تعالى أن يحفظه ويبارك فيه. وأهلا وسهلا بكم جميعا يا جنود الخفاء، لأنكم أنتم سبب إدخال الفرح والسرور كما أقول على الكثير من الأسر بنشر هذا المحتوى في جميع الصفحات الموجودة عندكم. وأنتم مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدال على الخير كفاعله، فأنتم تأخذون الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. فأهلا وسهلا بالجميع. شكرا يا ميمون والأسرة المباركة. والله دائما أنا صراحة في جميع مسائلي الشخصية لا أنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لا بأس بدعوة من ميمون، فشكرا لك على هذه التحية المباركة. ويقول مبروك عليك المولود الجديد، وكان هذا هو سبب تغيبي عنكم أيها الأسرة الكبيرة التي تكبر يوما بعد يوم، فقد رزقني الله تعالى بمولود جديد، أسأل الله تعالى أن ينبته الله تعالى في طاعته. وشكرا للسي ميمون على المساندة، وشكرا لجنود الخفاء اللي اتصلوا بنا واللي هما أعتبرهم من العائلة ومن القرابة ديالي، وكذلك الأخ ميمون فهو من القرابة، أسأل الله تعالى أن يحفظك ويبارك لك كذلك في أسرتك يا ربي أمين. ومع هذه الدعوات المباركة ديال ميمون والأسرة المباركة، فشكرا شكرا شكرا جزيلا. وأسأل الله تعالى كذلك لأبنائك يا ميمون أن يجعلهم الله تعالى من حفظة كتاب الله تعالى لنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنوار طلبي، شكرا على الورود الحمراء التي تدل على المحبة والإخاء. أهلا وسهلا بالجميع، وأهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بالعائلة التي تكبر يوما بعد يوم. إن شاء الله تعالى بهذه المناسبة المباركة ستكون لنا كذلك في آخر هذا المباشر برنامج كما عهدنا في البرنامج الذي كان في السابق، برنامج لإعطاء بعض الأسئلة والفائز معنا. إن شاء الله تعالى سنعطيه كتب قيمة دينية، أسأل الله تعالى أن ينتفع بها. محمد العبد اللهوي، أهلا وسهلا بك وبارك الله فيك وفي أسرتك، وسلم لي يا أخي محمد العبد اللهوي على الشرطي ديالنا، أهلا وسهلا بك. شكرا يا ميمون والأسرة المباركة، غدا إن شاء الله الأمانة غادي توصل. شكرا 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 جزيلا يا ميمون والأسرة المباركة. والأسرة ديالنا الحمد لله اللي هي ساهمت معنا، يعني هاد الأسرة اللي ساهمت معنا بالأضحية ديال 3 ديال الأرامل، وهكذا غادي نستمر في هذا الخير إن شاء الله تعالى، وهكذا سنستمر في هذا العطاء، وهكذا سنستمر في هذا العمل الخيري المبارك. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. ولهذا قال ميمون أو الأسرة دياله المباركة، قال غد إن شاء الله غد توصل بالأمانة، فهي أمانة مهداة إلى أهلها إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال يا ربي أمين. شكرا يا لبنى، والله سبحان الله أنا دائما كتوم في هذه المسائل، يعني سواء غادي نمشي نخطب ولا غادي نعاود نزوج ولا تزادت لي شي زيادة أو لا، فكتبقى المسألة هي مرتبطة بالقرابة وبالأسرة. والحمد لله الدعوات ديال الخير ديالكم كذلك لا بأس أننا نتوصلوا بها من عند الإخوان ديالنا اللي كيحبونا في الله، وكذلك تجمعنا بهم هذه المحبة دائما، لأننا نتواصل على الخير ونتواصل على المحبة. فجزاكم الله خيرا وشكرا لكم جميعا. والأخت لبنى كذلك تقول ألف ألف مبروك أخي عمر، يتربى في عزك إن شاء الله. شكرا أختي لبنى، شكرا لك يا لبنى، شكرا شكرا. وكذلك شكرا لينا أختي الكريمة، أهلا وسهلا بكم جميعا. والحمد لله احنا أسرة واحدة، أسرة اجتمعنا على الخير، ما اجتمعناش أننا نضيع الوقت في التفاهات وما اجتمعناش، لكن الأخ ميمون فضحنا في هذا المباشر، ولم أكن لأتحدث بكلمة عن ما حصل البارحة إلا وأن أعتذر لإخواني وأقول
لم يكن لي يعني إشعار بأن المباشر واش غيكون ولا ما غيكونش، هذا هو السبب اللي كان غادي يكون، ولكن الله المستعان، قدر الله وما شاء فعل. حتى احنا رجعنا من العائلة، نعم يا ميمون والأسرة المباركة، رحنا من العائلة الحمد لله والكل من العائلة، وشكرا السي محمد بالمهدي كذلك، ها هما بزاف ديال العائلة اللي غادي تعرفوا الآن على هذا الخبر اللي إن شاء الله تعالى كذلك لما كنسمعوا لكم شي حاجة جميلة راه كنفرحوا وكأننا معكم، مع العلم أن الكثير من الإخوان ديالنا اللي هما غايبين، مثلا في حال أخ ميمون اللي هو كيقول من العائلة وحقا هو من العائلة، هو موجود هو والأسرة ديالو في بلجيكا، وكذلك محمد بالمهدي اللي كيتواصل معنا من مدينة ترقيست وهو واحد من العائلة كذلك، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا ويبارك فيكم أيها الإخوة الكرام الأفاضل. والله دائما حتى أننا لما كنغيبوا عليكم فكنحسوا بأننا افتقدنا واحد الدفء واحد الحنان اللي كيجمعنا في هذا المباشر المبارك، والحمد لله عليها نعمة. ولا يخفى أيها الإخوة الكرام، فسبحان الله لا يخفى على الجميع أن الناس الحمد لله اللي كتجتمع على الخير فكيكون الله تعالى محضر فيها البركة والتيسير. وإحنا اليوم وصلنا في ذاك العشرين اللي كنت قلت إلى أننا غادي نشريو الآن 5 ديال الناس، فما بقونا إلا 15 وندخلوا الناس اللي هي في لائحة الانتظار، وإن شاء الله تعالى يكون خير، لأننا دائما ما نستبشر بالخير ونتوكل على الله تعالى، لأننا ما كنتوكلوش على المخلوق بل نتوكل على الخالق. سي محمد وجد لي البرنامج ديال الأسئلة الدينية إن شاء الله تعالى، وجد سي محمد وجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالمتفائلة بالله حاجي سد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، الحمد لله في أحسن الظروف والأحوال يا ربي آمين. وهي العائلة الآن تتشارك الفرح بهذا المولود، فهو المولود ديالنا كاملين الحمد لله على نعمة الإسلام، بالدعوات ديالكم دعوات ديال الخير الحمد لله، فالله تعالى يحفظه ويبارك فيه ويجعله ذرية صالحة يا ربي آمين. وشكرا لكل الإخوان المتفاعلين معنا، وشكرا للإخوان اللي كيتعاونوا معنا، وشكرا للإخوان اللي كذلك تعاونوا معنا في هذا الظرفية، ولله الحمد والمنة، فأشكر جزيل الشكر ناس وصل وأنا كنتظر يعني في المستشفى، وكذلك منه من أخ رضوان، الأخ رضوان ديالنا اللي هو غائب لكن سبحان الله ما كيغيبش، لأن ربما الشغل وكذا والساعة عنده متأخرة، فبالنهار سبحان الله كيعاود المباشر وكيشوف الأجواء وشنو داز فيه، فأشكره جزيل الشكر كذلك من هذا المنبر. سي رضوان المبارك كذلك هو رجل المواقف الصعبة، والرجل الذي سبحان الله دائما ما يقف معنا في طريق الخير، وهو سبحان الله اتصل لأجل إدخال الفرح والسرور على واحد الإمام اللي تقضات له الحاجة دياله، ولله الحمد والمنة، فسبحان الله كان رجل مبارك وحتى هو تعاون معنا في هذا الظرفية، ولله الحمد والمنة، فشكرا لك السي رضوان، وشكرا جزيلا رجل مبارك الحمد لله، ودائما ما كيكون في شي مواقف ما شاء الله، لأنه كيتفرج في المباشر ومن بعد ما كيرجع يتصل بيا وكيقول لي شنو داز وشنو هي الأجواء، وأنا شفت الناس اللي هي قالت خصها تتعاون معها، أرى لي الأرقام ديالهم باش نقدر نساعدك، واحد الرجل مبارك من الديار السعودية، وأسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ له الدرية يا ربي آمين. والله إلا رجل مواقف صعبة، ملي تجبر واحد كيغيب عليك وكتقول هو غايب، لكن هو ماشي غايب، هو من بعد كيشوف المباشر وكيرجع يتواصل معك ويشوف شنو يعني الناس اللي تواصلت باش يقدر يتعاون معك في الظروف ديالهم، فشكرا لك السي رضوان وحفظك الله تعالى، والدعوات ديال الخير كذلك التمسوها من الشرفة ديالنا اللي هما جنود الخفاء، يدعونا مع الأخ رضوان والأخ ميمون، شكرا جزيلا هاد الإخوان اللي اتصلوا بنا في هاد الظرفية المباركة، وأهلا وسهلا بالجميع. محمد العبد اللهوي بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب، مفرسي
باللي تزاد عندك المولود. ها انت في راسك والحمد لله. سي محمد العبدلاوي، عاد البارح السي محمد، واهلا وسهلا وشكرا على الدعوات ديال الخير، تبارك الله عليك. على السلام للسي عمر، كيف انت؟ مزيان اخي، توحشناك اخي الله العظيم. فرحت ملي شفتك اخي. شكرا لك سي عبد اللطيف ايوب، اللي هو واحد من العائلة ديالنا، اللي هو واحد من جنود الخفاء كذلك. اسأل الله تعالى ان يحفظك ويبارك فيك سي عبد اللطيف ايوب، رجل مبارك. وانا كنقول للاخوان، الاخوان كاملين اللي بغاو يطلقوا يدهم في السيارة ديال التعليم، وكذلك اللي بغى يعمل رخصة السياقة، فما عليه الا يلتحق بعبد اللطيف ايوب اللي هو واحد من جنود الخفاء ديالنا، وانا كذلك دوزت عندهم رخصة السياقة. ناس كيتعاملوا اكثر من جهد، كيحاولوا انهم يوصلوا الفكرة، كيحاولوا انهم يخلعوش الناس اللي عندهم كتدرب في المؤسسة ديالهم، وتبارك الله عليهم ناجحين وموفقين ان شاء الله تعالى في العمل ديالهم. ولهذا فما هي الا بديرة خير كنقولوها للاخوان ديالنا اللي باقي ما عملوش رخصة السياقة يلتحقوا بهذا الواحد من العائلة ديالنا. ياسين العمار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا اختي عايشة، الله يجزك بخير. وشكرا اختي سعاد، الله يحفظك ويبارك فيك. سي محمد حاول انك تلتحق بنا ان شاء الله. الاستاذ ديالنا استاذ مادة التربية الاسلامية كذلك هو حاضر معنا في هذا المباشر المبارك باش يتحفنا بكلمة مباركة، وكذلك اللي بغى يشارك معنا في المسابقة في آخر هذا المباشر، فأهلا وسهلا بالجميع. وشكرا على الدعوات ديال الخير الإخوان ديالنا، شكرا على الدعوات ديال الخير، شكرا شكرا شكرا. وكلمة الشكر هي في حقكم قليلة صراحة. لا إله إلا الله حجي، شكرا لك يا أخي حجي. يا ربي أمين يا خي ميمون، يا خي ميمون. ها انت كتشوف السي ميمون. السي محمد اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، حاول انك تلتحق بنا. التحق بكم ومرحبا بك بأستاذكم الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي، كيف حالكم؟ اسأل الله العلي القدير ان يجعلنا واياكم في هذه الليلة المباركة من المقبولين وممن تكتب اسماؤهم ان شاء الله تعالى في جنات الخلد يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. إذا السي محمد اللي هو أستاذ مادة التربية الإسلامية وحاضر معنا في هذا المباشر، وإن شاء الله تعالى ما بقى والو بعد كلمة يسيرة في البرنامج ديالنا المبارك، ونبدأ إن شاء الله تعالى في مسابقة جميلة جدا كيف ما عودناكم في المباشر اللي فات. إذن قبل ذلك أخي الكريم، أود أن آتي بقصص عن العطاء، قصص عن النفقة وما فعلت بأصحابها، قصص فرجت الكروب، قصص شافت مرضى إلى غير ذلك، لنرى أثر الصدقة على المتصدق. أولا أثرها كبير لله الحمد. في هذا الإطار سأحكي ثلاث قصص عن قصص العطاء وما فعلت بأصحابها. القصة الأولى، أصيبت سيدة بفشل كلوي، كان عندها فشل كلوي، عانت منه كثيرا بين علاجات ومراجعات، فطلبت بمن يتبرع لها بكلية بمكافأة قدرها 20,000 ريال، هذا ريال سعودي يعني. تناقل الناس الخبر، ومن بينهم سيدة حضرت إلى المستشفى موافقة على كافة الإجراءات من فحوصات وتحليلات، وفي اليوم المحدد لإجراء عملية نقل الكلية. دخلت المريضة على المتبرعة وهي تبكي بكاء شديدا، فتعجبت السيدة المريضة وسألتها: هل أنت مكرهة على تبرعك بكليتك؟ وما الذي دفعك على هذا؟ فقالت السيدة المتبرعة: ما أكرهني ودفعني للتبرع لك بكليتي هو فقري وحاجتي الشديدة إلى المال. قالت المتبرعة هذه الكلمات ثم دخلت في نوبة بكاء شديد، فقامت السيدة المريضة بتهدئتها ثم قالت لها:
سوف أعطيك المبلغ الذي سوف أتبرع به ولا أريد منك شيئا. يعني أعطتها المبلغ بدون أن تعطيها كليتها. لم تصدق السيدة المتبرعة ما سمعت، وتبدل بكاؤها فرحا وسعادة، وشكرت السيدة المريضة ودعت لها بالشفاء. وبعد أيام جاءت السيدة المريضة لإجراء بعض الفحوصات، وعند الكشف عليها رأى الأطباء العجب، فلم يجدوا أي أثر للمرض بكليتها، فقد شافاها الله تعالى بفضله وكرمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وقد قال أيضا: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. انظر ماذا فعلت الصدقة، انظروا إخواني كيف كافأ الله سبحانه وتعالى هذه السيدة التي كانت في أمس الحاجة إلى الكلية حتى تداوي مرضها الذي عانت منه كثيرا. بمجرد ما تصدقت بذلك المبلغ الذي كانت تنوي أن تشتري به تلك الكلى شافاها الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض. قصة أخرى تقول: أحد الأخوات الداعيات إلى الله تعالى: في يوم من الأيام ذهبت لإلقاء محاضرة في إحدى القرى، فلما حضرت لإلقاء المحاضرة تفاجأت بأن كل الحضور كان فقط من النساء الكبار. ثم بدأت في إلقاء المحاضرة وكان موضوعها عن أبواب الجنة، وحينما انتهيت من المحاضرة أوقفتني أحد العجائز من النساء وقالت لي: أريد أن أتصدق، ولعل هذه الصدقة تكون هي الباب الذي يدخلني إلى الجنة، فزوجي ميت ولا أدري هل يكون راض عني وعملي فيه تقصير، فأردت أن أعمل عملا يكون لي شفيعا عند الله. فقالت لها الداعية: طيب أعطيني الصدقة وأنا سأدفعها عنك. فقالت لها المرأة: الصدقة عندي في البيت، فانتظريني حتى أعود لك بها. فقالت المرأة الداعية: طيب دعيها لفرصة أخرى. ولكن المرأة أصرت وقالت للمرأة الداعية: إذا كنت مستعجلة فصاحبيني إلى البيت حتى تستلمي الصدقة وحتى لا تتأخري عن مشوارك. تقول المرأة الداعية: وبالفعل ذهبت مع المرأة العجوز إلى البيت، وأعطتني المرأة السرة التي فيها المال ورحلت. تقول: فلما وصلت البيت فتحت السرة حتى أخرج هذه الصدقة التي جاءت بها هذه المرأة للعمل الخيري، وإذا في السرة قرشين، أو ممكن نقول درهمين،